أسئلة للحلوين التنتين، هاتوا لنشوف. يسألونا مواصفات فارس أحلامك بعدين، مش هلأ، في سؤال موجود هذا بالأسئلة السريعة، أعطونا غيره. لا مش دلوقت. ليه مخطوبة؟ منو تشجعون ومين لعبكم المفضل عربيا وعالميا؟ منو يعني عراقي؟ هاتي لنشوف مين تشجعين. أنا محمد صلاح طبعا، قلبا وقلبا. زمالك. زمالك وراسة. أنا مليش في الكورة خلاص. نيكس. أبدا. طيب يلا نن اللي بعد. نن شو لو زوجك اعترض على شغلك تقبلي توقفي شغل؟ ابدا مش هتجوز غير اللي يقول. اسمها متوحشه يا ابني. مش هتجوز غير اللي يقول لي برافو. طيب وانتي؟ هتناقش معه. هتناقش معه واذا اصر والح. عشان مخطوبه بس لا حركات. اذا اصر والح. لا مفيش حاجه اسمها اصر او انا اصريت. زوج او زوجه، ده بجد مش بقول اي كلام والله العظيم دلوقتي، بس زوج او زوجه يعني شريكين في حياه واحده، فلازم نتناقش ولازم نتفق هنوصل لحل يرضي ويرضيني. انما اقول له ده اللي عندي او يقول لي ده اللي عندي مش لا. ادونا سؤال جديد يا جماعه الخير. ما هي هواياتك السالي؟ الف تحيه لك من ليبيا. اهلا من ليبيا. اهلا. بحب ايه؟ بحب قرايه شويه. بحب رأس شرقي جدا وبموت فيه. يعني لو حطينا لك موسيقى ممكن؟ لا يا نهار ابيض، لا حول الله. انا احب اتفرج عليه. انت قلتي قبل شويه رقصه صلصه ما؟ لا احنا كنا بنهزر تحت الهواء. ممكن. لا انت لو تابعت الحلقه انا كنت ميته من الضحك. علشان فين نحط لك موسيقى و... لا 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 انا هوايتي بعيده عن الرقص خالص. الرسم، التلوين، انا شويه بروح للبورت الناعم شويه العميق. خليهم يتحدثوا هم التنتين، احنا حنروح لفاصل. يعني خليكم كملوا الحديث عنا. بعدين راح نشوف هديه سالي عبد السلام طبعا اذا قدرتوا تسمعوني، وبعدين راح نشوف المحبين اذا موجودين.